الجلوباس، إن لم تكن أطلس فلا تكن هرقل. لو ظللت أحكي حكاياتي وتناقلها البشر لأصيب جموعهم بالخبل والجنون لا محالة. أحتفظ بين ضلوعي بسر لا أعرف تفسيره ولا يعرفه غيري، أنا ودفتري وأقلامي، ومن قدر له أن يقرأ تلك الكلمات. صدقوني لا أدري متى بدأ ذلك الانجذاب الغريب ينسج خيوطه بيني وبين تلك الكرة الأرضية، الجلوباس باللاتينية، الموضوعة على المنضدة الخشبية العتيقة بغرفة المدرسين بمدرسة قريتنا بالشرقية. آسف، نسيت أن أعرفكم بنفسي، فأنا أستاذ جابر، أو جابر أفندي كما اعتادت أذناي سماع اسمي. منذ زمن أعمل كأخصائي اجتماعي بمدرسة إحدى قرى محافظة الشرقية، ويا لها من وظيفة حكومية تمنحك قدرا من النوم لا بأس به. بين عشية وضحاها ألقى كيوبيت سهامه بيني وبين تلك الكرة الأرضية لدرجة أنني أصبحت أجلس محملقا بالساعات دون حراك، وأحيانا كنت أنظفها بنفسي كمن يعتني بسيارة جديدة لم تفارقها رائحة الفابريكة بعد. مرت الأيام وازداد تعلقي وانجذابي بتلك الكرة الأرضية لدرجة جعلت بعض المدرسين يشفقون على حالي ويترحمون على عقلي وعلى ما آلت إليه الأمور، رافعين أيديهم لله عز وجل متضرعين سائلين الله العفو عني وأن يسامحني على تطاولي واستهزائي بل وسخريتي من بعض أصحاب المقامات كسيد فلان أو علان. ومن المفارقات التي حدثت لي في تلك الفترة مشاجرة حامية الوطيس بيني وبين الأستاذ محمد المرغيني، أو أطلس، أطلس قريتنا وموسوعتها الجغرافية المتنقلة، حيث عنفني بقوة ووجه إلي اللوم على طريقة التسويقية الرخيصة لجذب أكبر عدد من الطلاب لأخذ دروس خصوصية في الجغرافيا عندي، واستمر في توجيه السباب لي، ولأنه يعلم جيدا أنني خريج كلية الآداب قسم الجغرافية مثله تماما، ولكن ما باليد حيلة، فوظيفة في اليد خير من 10 بالتخصص، وهكذا. نشأت حول الأساطير، وبدأ بعض الأصحاب والمعارف في منع أولادهم من التعامل معي، وأزداد حنقي واستيائي من محمد المرغي. بعد كثرة وصفه لي بالمجدوب وثرثرته في شخصي، مما جعلني أدخل غرفة المدرسين يوما كالثور الهائج بشوارع مدريد، وانهلت عليه باللكمات مسددا له الركلات والجميع في حالة دهون. ولم يرحمه مني إلا سقوطه بوجه ملطخ بالدماء وتدخل الناظر، مما دفع البعض لفض الاشتباك وإخراجي بعيدا عن الغرفة، ومحمد يصرخ ماسحا الدم من وجهه ويردد أعطوا هذا المجدوب دميته، وبحركة عصبية يمسك بالكرة الأرضية ويلقيها في وجهه قائلا بصوت يشبه الصراخ أخرج المجد. لم أنتبه لباقي جملته، فقط انتبهت للكرة الأرضية التي تهشم غلافها الخشبي الخارجي وظهر ما بداخلها، وهو كرة أرضية أصغر حجما من مادة تشبه العاج، وبحركة سريعة خاطفة وقبل أن ينتبه أحد من الموجودين وبأنفاس متقطعة من شدة الانفعال، حملت الكرة الأرضية في طورها الجديد، وبعد أن أزيح عنها الإطار الخشبي الذي كدت أظنه هو المكون الأساسي لها، وحملت معها الإطار الخشبي المنقسم لنصفين، هرولت خارجا ذلك الجمع متوجها لبيتي، تاركا محمد بصوت صرخاته وتوعداته، وناظرا بنظراته المستفزة من خلف منظاره الطبي السميك. كنت كالفارس الذي يمتطي جواده الأبيض ذو الجناحين ويطير به حاملا فتاته لمكان آمن، وبالطبع كما توقعت، فلقد تمت إحالتي للتحقيق ووقفي عن العمل حين انتهاء التحقيق،
كما تردد رجال الأمن على بيتي وبيوت أقاربي بالقرية أكثر من مرة بحثا عني. وفي هذه الأثناء كنت غادرت قريتنا وتوجهت للقاهرة وسكنت بشقة عمي المغلقة منذ سنوات. أسف، نسيت أن أعرفكم بعمي البروفيسور خيري، متخصص في الاستشعار عن بعد. وفي أثناء إحدى جولاته الإفريقية مع إحدى شركات التنقيب عن الخامات المعدنية، أحب فتاة أفريقية وهام بها عشقا، ووافق أهلها على زواجها منه. وبعد تعهدات من عمي لأهلها وبمناسبة الزواج، كانت تلك الكرة الأرضية الجلوباس بلغة عمي هدية والد زوجته لهما. توفيت زوجة عمي بعد فترة قليلة من زواجهما ولم ينجبا، ومن بعدها تغير عمي تماما وتبدلت أحواله ولم يعد يذهب لعمله، وكان يجلس لساعات يتابع عن كثب ما يدور بشاشات التلفزيون من أحداث جسام مثل برج التجارة، تسونامي شرق آسيا، انقلاب موريتانيا، وهو يصرخ دائما بعبارة ليتني حذرتهم، أنا هرق ولكن لا أستطيع حمل أمانة كهذه، كانت آخر جملة ينطقها قبل أن يسقط أرضا أمامي، وحيث أنني كنت مقربا منه ووريثه الشاعري الوحيد. أخذت حقي وهو تلك الكرة الأرضية التي كانت في غرفة مكتب عمي، ووضعتها في غرفة المدرسين وأنا أكاد لا أعلم عنها سوى أنها تحمل سرا لا أدري ما هو. وكالعادة نسيت أن أقول لكم، قبل وفاة عمي بأيام أخبرني عمي بأسطورة هرقل وأطلس الإغريقية، وكيف استطاع أطلس بخبثه إيقاع هرقل في الفخ وجعله يحمل عنه الكرة الأرضية، ثم سرد لي حكايته مع تلك الجلوباس التي تعطي من يمتلكها القدرة على التنبؤ بما سيحدث مستقبلا. أية قوة تلك؟ أي سلاح جبار هذا؟ بل الأدهى، من يستطيع الاستفادة منه؟ وكيف؟ فمن يمتلكها يستطيع تحذير الجيوش من الدخول في حرب كتب لهم فيها الهزيمة، وقد ينبئ حاكما بقدوم ثورة أو مخطط انقلاب عليه. ومع سرد عمي لحكايته كنت أجزم أنه قد جن بسبب فقدانه زوجته، وأنه بحاجة إلى زيارة سريعة للعباسية أو الخانقة. لولا رؤيتي بأم عيني تلك النقطة المضيئة لدول بعينها، وميض أحمر لا ينقطع، يظل متوهجا يعلو موقع تلك الدول بالكرة الأرضية، ولا يتوقف إلا بعد وقوع الحوادث بتلك المواقع. بدا لي الأمر مرعبا ومفزعا، لكنه جذابا، فسحر معرفة ما سيحدث بالمستقبل سحر أزلي وفضول فطري وغريزي. ولطالما كانت التكهنات والنبوءات عاملا مؤثرا في أشهر حكايات التاريخ البشري. وفي ليلة وفاة عمي وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، نصحني إن لم أستطيع أن أكون حذرا وخبيثا كأطلس فلا تكن ساذجا كهيرا، وظل يردد أنا هرقل ولكن لا أستطيع حمل أمانة كهذه، ثم سقط ولفظ أنفاسه الأخيرة وسلمت الروح لبارئها. مفيش فايدة، نسيت أقول لكم الحقيقة. نعم، كما توقع البعض قتلت عمي، فهو لم يمت إثر أزمة قلبية، بل وضعت له بنفس السم الإفريقي الذي قال لي أنه قتل زوجته به، لأنه عرف أنها ستتخلص منه، لأنه عرف أهم أسرارها سر الجلوباس. وبدا لي عمي ساذجا حينما أخبرني بأن تأثير السم يتلاشى من الجسم سريعا، بل وأخبرني بمكانه. والأدهى حينما صارحني بأن أخطر الأسرار لا تقبل القسمات على اثنين، وحيث أنني عرفت سر الجلوباس قررت التخلص منه قبل أن يتخلص مني كما تخلص من زوجته. وحينها عدت لقريتي ومدرستي حاملا معي الكرة الأرضية
وكأنها هدية من عمي للمدرسة التي تخرج فيها. وبالطبع كنت أنا والجلوباس محل سخرية الجميع ممن لا يعلمون سرها، وخاصة أنني وريث عمي الوحيد، ولم يترك لي قناطير من الأموال والذهب ولا غيره، فقد شقت القاهرة والجلوباس. ومنذ عودتي للقرية من بعد وفاة عمي، أسف، قتلي لعمي، وأصبحت الكرة الأرضية صنماً أبكم لا تحرك ساكناً، تتابع الأحداث وتمر الأيام، يتحرك قطار الحياة بلا هوادة، وبدا لي وكأنها فقدت قدرتها. وفي أحد أيام أكتوبر، حيث تمتزج بقايا الصيف مع بوادر الشتاء، غفوت كعادتي بغرفة المدرسين، وحلمت بعمي واقفاً بجوار المنضدة الخشبية التي وضعت الجلوباس عليها يردد: عودة الروح تقتضي عودة الأشياء لأوطانها. وهكذا استغلالاً لما يحيط بي من أساطير من نوعية أني مجدوب، اتفقت مع محمد المرغيني على صنع مشاجرة حتى يبدو الأمر طبيعياً، وها أنا الآن أحمل الكرة الأرضية بشكلها الجديد، أبحث في مكتب عمي دون جدوى، وأمام الكرة الأرضية محملقا بالساعات دون فائدة وأنا أتعجب، فلقد عادت لأوطانها، إذا لماذا لا تعمل؟ حاولت مرارا وتكرارا إعادة الهيكل الخارجي للكرة الأرضية، وتذكرت مقولة عمي أن تلك الكرة الأرضية لا تبوح بأسرارها دفعة واحدة، وإن كشف أحد أسرارها لمن تحب أن تبوح له فقط. انتصف الليل وأنا أجلس في غرفة مكتب عمي أتابع الكرة الأرضية بملل في شكلها الجديد وبجانبها، كان الغلاف الخشبي وبغتة دون مقدمات، عاد الوميد، نعم نفس الوميد الأحمر المتقطع خارجا، هذه المرة من مصر. ابتلعت ريقي وشعرت بغصة بحلقي، فأنا لا أدري ماذا سيحدث ولا أدري ماذا وجب فعله، وتذكرت مقولة عمي: أنا هرقل ولكن لا أستطيع حمل أمانة كهذه. وفجأة كأن أحدهم قام بتكبير الخريطة وعمل زوم إن ليتم تحديد محافظة الجيزة ثم حي الدقي، وبدت الكرة الأرضية وكأنها تحولت لخرائط على شاشة هاتف جوال ذكي، ثم بالتحديد موقع شقة عمي، ثم أسف لن يستطيع جابر إكمال القصة، فلقد باح لي بالسر الذي لا يقبل القسمة على اثنين، رغم تحذيرات عمه، رغم أنه قص عليه أسطورة هرقل وأطلس، ها هو هرقل وقع في الفخ، ولكنني لن أهرب مثل أطلس، بل سأريحه من حمل تلك المسؤولية الثقيلة، وهو الآن في مكان الراحة الأبدية، وقد أرحته دون أن يعاني من آلام السم كما فعل مع عمه، وكما فعل عمه مع زوجته، ولأنني أذكى منه دائما. فهمت رسالة إعادة الأشياء لأوطانها، فقررت أن أعيد الجلوباس لوطنها الحقيقي، وبالطبع هو ليس شقة البروفيسور، ولا حتى كينيا مسقط رأس زوجة البروفيسور، فسحر الفودو ليس له أي دور هنا، الوطن الحقيقي للجلوباس ومسقط رأسها هي الأرض الأخرى، أرض تتشابه جيولوجيا وجغرافيا مع كوكبنا، ولكن قاطنيها أكثر تطورا وعلما وحضارة، لم يستخدموا علمهم في الدمار والخراب والقتل والسرقة، بل استخدموه في التعمير والعمل المتواصل والإنجاز، بدأ تاريخهم الفعلي مع العلم والتكنولوجيا بعد كوكب الأرض، ولكن إنجازاتهم فاقت كل ما وصلنا نحن له، ومن حين لآخر يحاولون إشعار بعضنا بوجودهم، يجذبون بعض الأشخاص مثل والدي زوجة البروفيسور خيري في كينيا، ومثلي أنا محمد المرغيني بمصر، وها أنا الآن أقف فوق سطح بناية البروفيسور في انتظار من يأتي إلى الأرض ويعيد الجلوباس، فلقد فشل كل من حصل عليها في استخدام الآمن والأمثل لها، بل سعى جميع من عرف سرها للقتل، وفي النهاية لا يسعني إلا أن أعرفكم بنفسي،
أنا محمد المرغيني بمصر، وأنا أيضا هياتي الكيني. قتلتني ابنتي إيميلي بمساعدة البروفيسور خيري لخطف الجلوباس، وهي لا تعرف حقيقتي، لا تعرف أن روحي ستنتقم حتى لو من ابنتي، لا تعرف أنني من أرض أخرى لها قواعد أخرى، وأرض تحمل اسم الجلوباس.